كاري كلمة مقالة دائما، فهي تعبر عن رغبة ما أو حلما نتمنى تحقيقه. وإذا أخذ هذا الياريت طريقه إلى حيز التفكير بتحقيقه صار أملا، فهذه هي أمال السوريين. على شو بتقول كلمة ياريت؟ ياريت ترجع سوريا مثل ما كان، ياريت يكون هيك في هسا هيك الأمور أحسن، ياريت تزبط أكتر، ياريت يكون في شعب فهمان أكتر، يا ريت ترجع سوريا مثل ما كانت. الأحداث اللي بالبلد يعني أنه يا ريت أنه ما صارت، يعني يا ريت ترجع البلد مثل ما كان. على الله على الله تعود بهجتنا والفراح تغمر دارنا، البسمي والفراح. يا ريت تعني أحيانا الحسرة وتقال بنبرة مختلفة وتخرج زفرة صدر حرة، وهنا تكون يا ريت مستحيلة التحقيق، لأن ما نريده يكون مضى وانقضى. بقول يا ريت ونحن عشنا طفولتنا مثل باقي الأطفال وما صارت هالمشاكل عنا بسوريا، ويا ريت ترجع سوريا مثل ما كانت ونعيش طفولتنا قبل ما نكبر كم سنة ونخسر كل طفولتنا ونعيش إنه كبار، وبعدين بس يجي أجيال قادمة رح نقول لهم شو صار معنا من زمان، إنه عشنا هالظلم اللي صار فينا وما حدا عاش كل شيء الطفولة اللي كانت من قبل. يا ريت متوفى البابا. أنا بقول يا ريت إنه لو مستشهد بابا، إنه لو ضل معنا وكان معنا إنه كانت الحياة أحلى. حسرة ونادمك بعدك عن العين، حسرة ونادمك غايب عني وين وين، حسرة ونادمك حسرة. على شو بتحبي تقولي يا ريت؟ يا ريت لو بقدر حقق أحلام أهلي وإزرع ابتسامتهم، شوف ابتسامتهم فخرهم فيني. من ناحية البكالوريا والدراسة بتمنى أكون درست أكثر منها. طلعت مفاضلتي يا ريت كانت علاماتي أكثر، لو سجلت هندسات أعلى بدي إياه يعني. أتمنى كثير إنه أوصل لمكان بحلم له، لحتى أوصل للدرجة اللي أنا بحلم فيها يعني بالصعيد العلمي مثلاً. يا ريت يعطيني الله كل شيء كويس، يعني كل إنسان بيتمنى يكون سعيد بحياته، أكيد يعني يكونوا أولادي بخير، جوزي بخير. يا ريت أتخرج. يا ريت بقول يا ريت على كلمة يا ريت. لو يرجع الزمن شوي لورا، يا ريت يا ريت العدل، يا ريت الحق يكون موجود، يا ريت يستلموا المناصب الناس اللي بتستاهلها، يا ريت الإنسان الشريف يعطوه حقه بهالدنيا، يا ريت كل شيء منيح بهالدنيا يصير وكل شيء سيء بقى يزول، لأنه تعبنا تعبنا تعبنا. مهما اختلفت الأماني والرغبات لا يمكن أن تتحقق إلا بالسعي إليها، وإلا تصبح تعبيرا عن العجز، وينطبق عليها قول الشاعر: أتمنى في الثريا مجلسي والتمني رأس مال المفلسي. أنا وحبيبي.